المجد لله. الاعتراض رقم 90 يقول: أين مات الملك يوشيا؟ هل كان ذلك في مجده كما يذكر سفر الملوك الثاني 23 في الآيات 29 و 30، أم أن ذلك قد حدث في مدينة أورشليم كما يذكر أخبار الأيام الثاني 35 في الآيات 23 إلى 24؟ في البداية نقوم بقراءة الآيات التي ذكرها المعترض، فنقرأ في الملوك الثاني 23 في الآيات 29 و 30: في أيامه صعد فرعون نخو ملك مصر على ملك أشور إلى نهر الفرات، فصعد الملك يوشيا للقائه فقتله في مجده حين رأه، وأركبه عبيده ميتا من مجده وجاءوا به إلى أورشليم ودفنوه في قبره، فأخذ شعب الأرض يهوآحاز بن يوشيا ومسحوه وملكوه عوضا عن أبيه. ونقرأ في أخبار الأيام الثاني 35 في الآيات 23 و24: وأصاب رماة الملك يوشيا، فقال الملك لعبيده: انقلوني لأني جرحت جدا. فنقله عبيده من المركبة وأركبوه على المركبة الثانية التي له، وساروا به إلى أورشليم، فمات ودفن في قبور آبائه، وكان كل يهوذا وأورشليم ينوحون على يوشيا. إن المعترض قد ارتكب نوعا من أنواع مغالطة النطاق الدلالي لمعنى الكلمة فيما يختص بالفعل مات، فإن الآيتين المذكورتين لا تقدمان الوقت الذي مات فيه يوشيا بدقة، فالملك يوشيا كان قد تلقى إصابة قاتلة في معركة مجده كما يذكر سفر الملوك الثاني 23-29 وأخبار الأيام الثاني 35-23، وقد نقله عبيده أثناء احتضاره أو ربما بعد أن مات إلى أورشليم. ونجد أن بعض الترجمات الإنجليزية والعربية لأخبار الأيام الثاني تظهر على أنها تشير إلى أن وقت الوفاة كان في أورشليم، لكن هذا الأمر غير متضمن في النص الأصلي، فإن وقت الوفاة غير محدد بدقة، وكل ما نعرفه من خلال النص أنه قد أصيب في معركة مجده ومات ودفن في أورشليم، ولا يوجد أي تحديد للمكان أو للوقت الذي مات فيه، وبالتالي فإنه ليس من تناقض بين هذه الآيات. المجد لله، والله معك.